أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا نموذج جميل من نماذج تحدي العاقة. ابتسامة جميلة بتواجه صديقتنا الجميلة، عدم قدرتها على المشي، ثقتها بنفسها وإيمانها بقدرتها الخاصة. بتتحدي كل صعب وبتواجه العاقة بكل شجاعة. العاقة كانت دايما دافع ليها عشان تعيش حياة سعيدة مليانة أمل وإصرار على تخطي كل صعب. ست جدا جميلة بتمارس حياتها كل تلقائية زيها زي كل البنات الآخرين. بتتنقل صديقتنا الجميلة من على كرسيها المتحرك إلى سيارتها الخاصة. بتقوم بقيادتها بنفسها، قوة إرادتها وعزيمتها. بتتحدى كل صعب وتمارس مهامها اليومية بكل إصرار وعزيمة على تخطي كل الأعاقات ومواجهة كل الصعوبات والشجاعة والتحدي.